السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمشاهدي ومتابعي قناة الحريفي فلوك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال. قبل البدء في هذا الفيديو إن شاء الله، واللي غيكون الموضوع مهم بزاف لأصحاب المشاريع، ضروري أن أذكركم أنه من أجل التوصل بكل جديد ينشر على القناة، ضروري من الاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس. إذن هذا فضلا وليس أمرا، اشتركوا ولا تنسوا لايك ولا تنسوا مشاركة الفيديو على نطاق واسع إن شاء الله باش غيرك يستفيد. الموضوع اللي إن شاء الله غادي نتكلموا فيه هو موضوع مهم بزاف، مهم أصحاب المشاريع كما ذكرت، ومهم تنقولوا للناس اللي عندهم إما فرادة أو اللي عندهم واحد الإطار اقتصادي كيخدموا فيه، يعني تعاونية أو جمعية، مجموعات ذات نفع اقتصادي أو مقاول ذاتي أو حتى الشركات صار، دونك أي إطار اقتصادي أضطر أنه يطلب الدعم. فهاد الطريقة باش يطلب الدعم، الوثائق اللي خصها تكون دعم لك الملف ديالك ديال طلب الدعم، وكذلك علاش يتم رفض هذا الطلب، شنو المشكل اللي تيخلي هاد اللجنة ما كتختارلكش المشروع ديالك. إذن أول شيء غادي نتكلموا عليه في طلب الدعم ولا طلب مساعدة ولا طلب منحة من الجهات إن شاء الله المانحة، وغادي نتكلموا إن شاء الله في هذا الموضوع هذا، وغادي نذكروا جميع للمؤسسات المانحة أو الداعمة لأصحاب المشاريع. ضروري من طلب دعم مكتوب، طلب دعم مكتوب هذا يجهله أغلبية ديال أصحاب المشاريع. ملي كنقدموا واحد المشروع تنقدموا الملف القانوني، كنقدموا جميع الوثائق، ولكن كنساو طلب دعم مكتوب إلى ذاك المؤسسة أو ذاك الجهة اللي غادي نحطوا الملف ديالنا عندها. دونك أول نقطة أو أول شيء أو أول وثيقة خاصها تكون في الملف ديال طلب الدعم ديالنا هي طلب الدعم نفسه. النقطة الثانية وهي الملف القانوني ديال هذا الإطار أو هذه المقاولة. الملف القانوني ضروري يكون متكامل من نظام أساسي، من لائحة المكتتبين أو لائحة ديال الشركاء إذا كان شركة، أو حتى يعني لائحة ديال الأعضاء، كذلك شهادة الحساب البنكي. جميع هاد الوثائق خاصة تكون عندنا، يعني الملف القانوني اللي متعارف عليه ديال كل جهة خاصة يكون عندنا في الملف ديال طلب الدعم. النقطة الثالثة بطاقة تقنية للإطار الاقتصادي للمقاولة، بطاقة تقنية التأسيس، رئيس يعني المسؤول على هذا المشروع، الرقم الهاتف ديال المقاولة، الإيميل ديال المقاولة، الأهداف ديال المقاولة، شنو خدمات وشنو ما خدمتش، وشنو يعني المستقبل، شنو ناوية دير، يعني شنو المخطط المستقبلي ديالها التعاوني. يعني حنا كنقولوا بطاقة تقنية، يعني بطاقة تعريفية لهذا الإطار الاقتصادي كما تنقولوا لهذا المقاولة، سواء كانت مقاولة ذاتي أو تعاونية أو مجموعة ذات نفع اقتصادي أو شركة. إذن نجيو نقدموا الملف ديالنا ضروري بطاقة، وفي الحقيقة هذه البطاقة التقنية خاصة تكون موجودة قبل من يعني قبل ما نمشيو نديروا الطلب، يعني خاصة تكون موجودة ودائما كتحيين على حسب شنو درنا أو التغييرات اللي كتوقع. دونك بطاقة تقنية ضرورية. ملي غادي نجيو نقدموا طلب الدعم ديالنا، دونك غادي نقدموا طلب الدعم انطلاقا من المشروع. دونك عندنا مشروع خدامين فيه كمقاولة، هذا المشروع هذا لازم ليه من بطاقة تقنية. حتى إذا بطاقة تقنية ديال الإطار الاقتصادي أو المقاولة، يليه بطاقة تقنية ديال المشروع. البطاقة التقنية ديال المشروع تيكون فيه، يعني ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، ولكن لابد أننا نعطيو بعض الأمثلة شنو تيكون في البطاقة ديال تقنية ديال المشروع. تيكون اسم المشروع، المسؤول على المشروع كذلك، رقم الهاتف ديال المسؤول على المشروع، يعني هذاك المسؤول يعني هو المخاطب للجهات الداعمة. كتكون فيه يعني الشركاء اللي غيكونوا في هذا المشروع،
كاينه واش داخله شي جهه داخله حتى هي شركه، يعني الصوم ديال التكلفه ديال المشروع، يعني شحال هاد التكلفه، النسبه ديال كل جهه شحال غتساهم، هذاك الاطار ديالنا يعني المقاوله ديالنا شحال غتساهم، كل هاد الامور خاصة تكون في البطاقة التقنية ديال المشروع. بطبيعة الحال الجغرافية فين وبزاف ديال الأمور بحال هكا. المهم حنا غادي نعطيو غير، أنا ما غاديش نتوسع باش ما يكونش الفيديو طويل. النقطة الخامسة هي دراسة الجدوى. دراسة الجدوى يا الإخوان، الأغلبية ديال الناس كنهضروا بزاف على دراسة الجدوى، ولكن أغلبية ديال الإخوان ما تيديروا، الحاملين المشاريع ما تيديروش دراسة الجدوى. حتى الا داروها كيديروها بواحد الطريقه اللي هي غير مقبوله وغير مفهومه، وضد اللجنه ديال كترفضها، يعني اللجنه اللي معروض عليها الطلب ده كترفضها، لانه كيبان لي هذاك الشيء راه ماشي هو. كاينه واحد الجهه بالنسبه للمغرب، كاينه واحد الجهه اللي كتساعد حاملي المشاريع باش تصيب لهم دراسه الجدوى، اللي هي لانابيك كتساهم من المسؤوليه ديالها انها دير دراسه الجدوى وتعاون حاملي المشاريع باش يصيبوا دراسه الجدوى للمشاريع ديالهم. هذه دراسه الجدوى فيها دراسه تقنيه، فيها دراسه السوق، فيها الدراسه الفنيه، مثلا المشروع عنده علاقه بالماكله، يعني مواد التغذيه، واش هذا المنتوج هذا ممكن اننا يعني نصدروه ولا يعني نبيعوه في الاسواق الكبرى مثلا، واش يعني دراسة السوق، كذلك التكلفة ديال الإنتاج، الأرباح شنو غادي يخلينا هاد الأرباح، شكون اللي غادي اليد العاملة، شحال غادي نشغلو من اليد العاملة، القابلية ديال التسويق، يعني التسويق، القابلية ديال التسويق ديال هاد المنتوج، بمعنى أن الكليان أو الزبناء المحتملين غادي يقبلوه، يعني عنده قابلية، شنو الميزة ديال هاد المنتوج، شنو هي الميزة ديالو. فهاد دراسة الجدوى تكون عندنا خطة للتسويق هذا المنتوج، مثلا نمشيو نعرضوه في نمشيو لعند الاسواق الكبرى، الفضاءات الاقتصاديه الكبرى ديال التجاره، ما نعطيش امثله ما نديروش الاشارات لان معروفين، كذلك يعني المعارض اللي ثابته، المعارض اللي منظمه من عند الخواص، منظمه اللي عند الحكومه مثلا. نسوق المنتوج ديالي في السوشيال ميديا، ندير ليه لوغو، ندير ليه واحد الفيديو، يعني اون بريف، ونحطو في السوشيال ميديا، يعني هادي داخله في الاطار يعني التسويق، خطه التسويق. كذلك شكون اللي غادي مثلا الطريقه ديال تنقيل هذاك المنتوج لجهه اخرى، يعني ترونسبور، دونك واش حنا غادي يكون عندنا ترونسبور ديالنا، ولا غادي نديرو شي شراكه مع شي ترونسبور معين مثلا كيران. الجدوى الاقتصاديه هو اللي تيحدد لنا كل ما يتعلق بهذا المشروع، حتى انه كيبين المشروع انه واش نجح ولا ما نجحش انطلاقا من دراسه الجدوى ديالو. النقطه السادسه اللي هي تقريبا حتى واحد ما كيتكلم على هذه النقطه السادسه صراحه، بعد ما نديروا الطلب ونديروا هذه البطاقه التقنيه للمشروع ولا التعاونيه ولا يعني المقاوله بصفه عامه، ونديروا دراسه الجدوى، يبقى لنا واحد النقطه اللي هي المهمه. حنا دابا غادي نعرضوا الطلب على واحد اللجنه، غادي ندفعوا الطلب لواحد المؤسسه، فهذاك المؤسسه ما يمكنش غير تحط هذاك الطلب ديالك وغادي تعيط لك وتقول لك راه قبلنا الملف ديالك، الملف ديالك متكامل، ولكن تقدر هذاك دراسه الجدوى تكون انت ما ديرهاش، مثلا ما ديرهاش، انت ما عندكش علاقه، خديت حتى شي بلاصه مثلا. شنو المطلوب منا حنايا قدام اللجنه، او شنو هذه اللجنه اش باش غطالبنا؟ طالبنا بشرح هذا المشروع. اذا غتعيط لينا في واحد الجلسه وتقول لنا بقى طرح علينا اسئله كما كتشوفوا، يعني في المسابقه ديال الدعم للمشاريع انتم كتشوفوا كيفاش اللجنه كطرح اسئله اللي هي بعض المره عميقه، بعض المره سطحيه، يعني هذيك الاسئله اللي كتبينك انت واش عارف المشروع ديالك ولا ما عارفش. النقطه السادسه هي امكانيه شرح المشروع ديالك، تجاوب على جميع الاسئله. ملي غادي تجاوب على جميع الاسئله، اللجنه غادي تاكد باللي راه انت متمكن من داك الموضوع، من داك الملف ديالك، ومتمكن من المشروع ديالك، وعندك يقين نسبي انك غتنجح طبيعه الحال كمال لله. اذا ضروري ما منين نجيو نقدموا المشروع ديالنا
راه خصنا نتمكنوا منه ونعرفوا نعرفوا بزاف ديال الحيتيات ونشيروا ليه من كل الجوانب، مسائل تقنيه، التصوير كما قلنا، يعني نكون عارف داكشي الوراق راه في الوراق، ولكن انا نكون عارف لان انا هو الممثل ديال داك المقاوله مع داك اللجنه او عند داك اللجنه، انا هو الحامل، يعني ما نقولش حامل المشروع، يعني حامل المشروع الام وهو المقاوله، لكن انا الممثل ديال حامل المشروع. اذا انا نكون عارف هذاك المشروع مزيان باش نعرف كيفاش ندافع عليه قدام اللجنه ديال الدعم.